اخر حسين على نار تلقى يهرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرات السابقة قد رفعنا إلى مكاتب المراجع العظام استفتاء بشأن الاستماع لصوت المرأة أثناء تأدية العزاء أو قراءة المصيبة في الفصول الخاصة بالنعي والتمرين عليها لامتحان كفاءة القارئة التي تشاركنا في هذه الدورات. وجاءني جواب من مكتب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله العالي، ولكنه جواب يعود لسؤال بمضمون آخر قريب من مضمون السؤال الذي رفعناه إلى مكتب سماحته. أقرأ على مسامعكم الشريفة ما جاء في نص هذا الاستفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء نبارك هذا الجهد المشكور لأنه سألنا أننا نلاحظ إقبال الكثير من العناصر النسوية للانخراط في سلك الحوزات العلمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودورات تجويد القرآن الكريم ودورات الخطابة الحسينية، فما هو رأي سماحتكم بالنسبة للتمرين العملي؟ هل يجوز للأستاذ أن يستمع أو التلاميذ المشاركين في نفس الدورات أن يستمعوا إلى صوت المرأة أثناء قراءة العزاء الحسيني؟ هذا كان نص الاستفتاء. جاء الجواب: ابتداء نبارك هذا الجهد المشكور، يعني المرجعية المتمثلة بمكتب آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله العالي تبارك وتؤيد انخراط الأخوات في الحوزات العلمية لدراسة علوم القرآن الكريم وقواعد التجويد وقواعد الخطابة الحسينية، ولكننا نهيب بالجهة المسؤولة عن مثل هذا المشروع المهم في خدمة الدين وترويج معالمه وتشييد دعائمه أن تهتم بما اهتم به الشرع الشريف وحث عامة الناس على الالتزام به، فمثل هذه الشريحة المؤمنة أحرى بالالتزام بذلك وأجدر، ونعني به منع الاختلاط مهما أمكن، فينبغي أن تكون تمارين الطالبات منفصلة عن تمارين الطلاب رعاية للمحاذير الشرعية والعقلية والاجتماعية أيضا. وفقكم الله تعالى. الإمضاء لجنة الإفتاء في موقع المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد
الحكيم دام ظله الوارف. إذن ما نقوم به نحن من التمرين الجماعي لا يبين صوت إحداكن بشكل منفرد ومتميز يعرف، ولا يوقعنا جميعا في الحرج. وإن شاء الله من بعد ما ننتهي من هذه الدورة المباركة وببركة أهل البيت عليهم السلام، أكثر الطالبات تمكنا وقدرة ولياقة في أداء الأطوار الحسينية أو تجويد السور القرآنية هي ستتولى بشكل منفصل التمرين مع الأخوات، يعني يكون دورة ملحقة من بعد ما ننتهي إحنا من التمرين الجماعي اللي تضيع به الأصوات وما يتميز به صوت واحدة عن واحدة، فأنتوا بيناتكم نطلع نحن مع الشباب أنتم تمارسون التمرين ولو لمدة نصف ساعة بعد الدرس، ولكن الأجر والثواب إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى التي أردت أن أبينها في بداية هذه الحلقات. الملاحظة الثانية عود على بدء، قلنا في الدروس الأولى بأن الخطابة الحسينية بناء على المدارس الفكرية الموجودة على الساحة الإسلامية هي فن وصناعة وعلم لا ينجز ما عليه إنجازه إلا بالإخلاص والتوجه إلى الله تعالى. أخذنا في مقدمة البحوث والمحاضرات جوانب فنية في هذه الخطابة، وقسمنا المجلس الحسيني إلى أجزاء وأركان 10، وتعلمنا وتمرنا معا، وأدى بعض التلاميذ على المنبر مباشرة ما تعلمناه في تلك الدروس والمحاضرات. الجانب الذي لم نسلط عليه الضوء هو الجانب العلمي في موضوع الخطابة، وبقي عندنا أوزان الشعر الشعبي وفنون أدائها، يعني بحور الشعر والأطوار التي يمكن أن نؤدي بها خواتيم المجالس الحسينية عامة. وهذا الفصل هو من أهم فصول دورات الخطابة الحسينية. قليل من التوجه إلى الجانب العلمي، وإن شاء الله طبعا أنا سأهيئ لكم مصور عن هذه الفصول في كتاب منطق المنطق للعلامة محمد رضا المظفر، من الصفحة 196 أو 195 إلى صفحة 214، من صفحة 195 إلى 214 من كتاب المنطق بحث في صناعة الخطابة. صناعة الخطابة، لأن الباب الفصل الثالث من فصول المنطق الصناعات الخمس اللي منها الشعر ومنها الجدل، زين
ومنها الخطابة. الإلمام بهذا العلم، الإلمام بهذا العلم يساعد كثيرا في تجاوز الكثير من العقبات التي تعترض الخطيب في أداء مهمته. أذكر على سبيل المثال، مرة من المرات كنت أدرس الخطابة في إحدى الجامعات، كلية الخطابة الحسينية. طبعا بعض الأخوات وبعض الأخوة يعني كانوا متزمتين جدا في آرائهم. أثناء الدرس أو أثناء المجلس الحسيني يضطر الأستاذ لكي يشد التلميذ إليه أن يأتي بالطرفة نكتة أو يجيب شاهد كلام. وقد مر في تسجيل هذه الحلقات في بدايتها عبارات شعبية مثلا، اضطررت للإتيان بها لتقريب المعاني إلى شخصكم الكريم، مما أثار اعتراض بعض الإخوة. وأخي المصور الباهر الماهر حسن عامر نقل لي هذا الاعتراض، ولكن للجواب على هذا الاعتراض أقول لو اطلعتم على علم الخطابة لوجدتم أن هذه الجملة التي يأتي بها الخطيب من مزحة أو نكتة أو طريفة أو كلمة شعبية تقرب المعنى إلى الأذهان هي من صميم علم الخطابة. الخطيب المتمكن هو الذي يتمكن أن يشد إليه جمهوره المتلقي في 45 دقيقة بحيث لا يشرد عن التركيز على ما يأتي به الخطيب، لا يعطيه المجال أن ينصرف بذهنه. واقع الحال تجدون في كثير من المجالس إما المستمع غفلان نائم أو مدد رجليه بشكل غير لائق أو أنه يعبث بأسنانه أو بأذنه أو يتثاءب، دليل على عدم الانشداد إلى الخطيب وإلى ما يقوله وضعف في إلقاء الخطيب. هذني الأمور سأسلط عليها الأضواء تباعا في كل محاضرة، نأخذ وزنين من أوزان الشعر الشعبي وطرق أدائها وقاعدة من هذه القواعد العلمية لكي يكون الدرس مطعم بالفكري والفن. المبحث الأول أصول والقواعد. ما هو وجه الحاجة إلى الخطابة؟ يعني اليوم مع وجود الإنترنت، وجود الفضائيات، ما هو وجه الحاجة إلى الخطابة؟ ليش يكون نحن نحتاج الخطابة؟ يقول الشيخ المظفر في كتابه: كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه، إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها. في التعريف الأول اللي قلناه قلنا مقابلة الجمهور بالكلام المقنع المؤثر. لكن مشكلة شنو؟ لكي لا يتحول المجلس الحسيني إلى مناظرة أو مجادلة أو ينصرف إلى مؤتمر مثلا في مداخلات، نبين الملاحظة العلمية التالية: أن الجمهور، جمهور مستمعي المجالس الحسينية بصورة عامة، لا يخضع للبرهان. أولا مستوياته مختلفة، شفتوا حسينية مثلا يحضرون بها الكل مثلا واصلين السادس علمي مستوى واحد؟ لا،
كلهم طلاب كليات أم لا؟ كلهم أميين أم لا؟ كلهم ذكور أم لا؟ كلهم إناث كذلك لا؟ المجلس الحسيني يشتمل على كافة طبقات المجتمع وكل المستويات العلمية. تحضر هذا المجلس، فصعوبة مهمة الخطيب تكمن في هذه النقطة بالذات، كما لا يخضع للطرق الجدلية، لأنه الجمهور بالمئات وأحيانا بالآلاف والخطيب واحد، بينما الجدل يدور بين فريقين أو رجلين أو شخصيتين. لأن الجمهور شنو السبب؟ تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين، وإنما هو سطحي التفكير، يعني على السريع على السريع. فاقد للتمييز الدقيق تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة. ولعدم صبره على التمييز الدقيق نجده إذا عرضت عليه فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها، فإما أن يقبلها كلها مثل ما هي أو يرفضها كلها جملة وتفصيلا. وعليه فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخرا غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين، فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم. إذن هذا المجلس الحسيني اللي احنا نريد نكتبه يجب أن نركز تركيز كبير على الإثارة العاطفية. بعض الأخوة خاصة في لبنان العزيز يريدون المجلس الحسيني كمعادلة رياضية، 1+1=2. ممنوع أن تأتي بأي قضية لا تخضع للمنطق الرياضي، والمنطق الرياضي لا يصلح للقضايا الإيمانية ولا للقضايا التاريخية أبدا. يعني أنا لما أريد أتحدث عن النار التي سجرها نمرود لخليل الله إبراهيم على نبينا وعليه وآله أفضل الصلاة والسلام، حطيت العنوان المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يجيني شاب سنة أولى بالكلية يقول لي مولانا النار تحرق البتة، لا يمكن للنار أن يكون فيها طبيعة إلا الإحراق، فكيف تحاول أن تقنعنا بأن النار أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم؟ أخي قال القرآن، وهذه حقيقة إيمانية لا تخضع للمنطق الرياضي، يقول أنا لا أقبل، عقلي لا يقبل. كثير من الأخوة والأخوات في المجالس ملاحظين على طرف لسانهم كلمة معقول. نعم معقول، ولكن بالعقل الإيماني لا بالعقل الرياضي. يعني معقول احنا الآن باب القاعة لأنها متروكة منذ مدة طويلة لا يتمكن 3 من الأفراد أن يفتحوها ويغلقوها، تلاحظون كيف؟
فكيف بباب قلعة خيبر التي يشهد المؤرخون بأنه كان يفتحها صباحا 44 من صناديد الرجال ويغلقها مساء غيرهم 44 من صناديد الرجال؟ فكيف يعقل أن يقلعها علي بن أبي طالب عليه السلام بقبضة يد واحدة ويمدها على الخندق وتقصر الباب مقدار ذراع؟ يعني لو كان تركها أمير المؤمنين عليه السلام هكذا على الخندق لغرق الجنود الذين ينوون العبور إلى داخل الحصن غرقوا في الماء. فمد يده الكريمة يده الشريفة تمم نقص الباب لكي يقفز الجنود بخيولهم من خارج القلعة والحصن إلى داخل القلعة والحصن ويفتحوا حصن خيبر. فهل هذا يعقل بالعقل الرياضي؟ لا يمكن أن يقبل بالعقل الرياضي. إذن ما نحاول أن نثبته من علم الخطابة، من منطق الخطابة، من منطق الخطابة، يجب أن نركز على الجوانب العاطفية التي تساعد الجمهور المتلقي على التفاعل وتأييد مناهج أهل البيت والأنبياء والرسل التي وردت في القرآن الكريم بقوة الإيمان لا بقوة العقل الرياضي، بقوة الإيمان لا بقوة العقل الرياضي. هذه المقدمة الآن تكفينا ونمضي إلى أوزان الشعر الشعبي وكيفية أدائها. طبعا احنا في الدورات السابقة سوينا فت كراسة، هاي أعدها تلاميذي في كلية الإمام الحسين عليه السلام الجامعة للخطابة، أعد هذه الكراسة فيها الأوزان الشعر العمودي الفصيح والشعر الشعبي. احنا في الحلقات الأولى استعرضنا 16 بحر من بحور وزن أوزان الشعر العمودي، والآن نحاول أن نستعرض بحور الشعر الشعبي. طبعا لحين ما نأتيكم بالكراسات، اللي عنده كراسات إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدروس القادمة نطلب من فضيلة الشيخ فريد بهجت أن يهيئ لكم جميعا كراسات تحتوي هذه المسميات، ولكن نحتاج للتمرين عليها الآن. اكتبوا أنتم في دفاتر ملاحظاتكم الوزن الأول من أوزان الشعر الشعبي التي يستفاد منها في القراءات الحسينية: شيعتي شيعتي، هذا الوزن الأول من أوزان الشعر الشعبي العراقي. وأصله مجزوء الرمل، احنا قلنا في محاضرات سابقة بأن الشعر الشعبي مشتق من نفس بحور الشعر العربي الفصيح، ولكن احيانا يأخذ مسميات شعبية تختلف عن مسمياتها الأصلية. ونظمه اكتبوا ثلاثي أو رباعي، فارزة، مفرد
مفرد أو مضاف إلى أوزان أخرى. ميزانه، اكتبوا ميزانه، فاعلات 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 فاعلات. من نريد نوزنه، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. مثاله يا علي لو ما يمينك، يا علي لو ما يمينك، يا علي لو ما يمينك باب خيبر من دحاها. ولو أن ما يسراك ما رف، ولو أن يعني ولو أن ما يسراك ما رف، ملة الهادي لواها. طبعا هذا الوزن من أطول أوزان الشعر الشعبي العراقي، ودرج الشعراء على نظمه في قصائد الجلوس. كل قصيدة من جلوس ما فيها لطم، بدون لطم، وكان يقرأ في النعي في المجالس القديمة. الآن لطوله، لطول هذا الوزن، أصبح الخطباء يتجنبون ويتحاشون قراءة هذا الوزن، ولكنه وزن شعري جميل يحتاجه الخطيب بين الفينة والأخرى، ويقرأ الشيعة بالأطوار التالية: أولا المثكل، يعني بطور المثكل، وعندما يسأل القارئ ماذا قرأت لنا يقول: قرأت شعر من وزن الشيعة بطور المثكل. سأقدم نموذجا لكم بطور المثكل، هو نفس المثال اللي كتبته، راح أقرأ بطور المثكل، ركزوا معي. يا علي لا ما يمينك باب خبر من دحاها، يا ولون ما يسراك ما رايا، ملة الهادي لواها. الخطيب المتمكن نفسه يساعده، حنجرته قوية، يتفنن في أداء هذا الوزن من الشعر الشعبي الحسيني. أقرأ نموذج آخر من قصيدة أخرى: ما تساعدني يا جابر على انصاب اللي دهاني، وتذكري السهم المثلث كم سهم ماضي رمايا. Yeah.
أياني نرجع نطبق البيت الأساسي اللي عليه الاسم جاي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروا هيوني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. إذن هذا هو الطور المثكل نؤدي به شعر شعبي من وزن شيعتي. كذلك يمكن أن نقرأ الشيعتي بالطور البحراني الجمري. كيف نقرأ بالطور البحراني الجمري هكذا؟ يا علي لو ما يمينك باب خبر من دحاها ولو ان ما يسراك مرف ملة الهادي لواها ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني تنظر السهم الشماتة شلون صك عيني وعماني تنظر السهم المثلث كم سماضي رماني. يجي بالطور الجمري البحراني أداء حار وشجي جدا، وما يمكن أداؤه بالجمري البحراني يمكن أداؤه بطريقة هادئة، هو الطور القطيفي الذي نأتي به في خواتيم المجالس ويكون هكذا. راح أقرأ ونحاول نطبق الأطوار الثلاثة على هذه الأبيات. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. نقرأ مع بعض نؤدي شيعتي محفوظ ماشي. نقرأ الآن بالطور القطيفي أولا. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبون فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوا. يلا سويا نعيدها من أول. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني فأنا الصبط الذي من وبجرد الخيل بعد صعب شيء
ليس فيه أي صعوبة. إلى حيث انتهى بنا المطاف، نحاول أن نكمل في المحاضرة التالية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سقط الحسين على نار تلقاه يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.